شبي نخلف خلاقيت ما كنشوفش وليداتي خلقوا بحالي الحمد لله والشكر لله اللهم لك الحمد. من بعد منهم الدريه الاولى فاطمه الزهراء كتشوف بعويناتها هي باركه معايا عند اليتام، تبعها عبد الجليل ما كيشوفش سكينه وسميره والحمد لله والشكر لله اللهم لك الحمد. مول الدار كان معاه معايا على الزمان كان هاز وليداتو وهازني وهاز راسو يوم اللي كبر وصحته قلت الحمد لله والشكر لله اللهم لك الحمد. دار عملية عند بولا كانوا فيها ولاسس قال لي الطبيبة ودي 5 لتر الماء مقدرش هزها راك كبرتي في السن وصحتك قلت والغالب الله الحمد لله. اليوم وليدي كنعيش ظروف صعيبة ناحية العيش ناحية الماء والضو انا ماشية ليا في 2016 ديال الضو ما عنديش باش نرد تحت ما عنديش المدخول وما عنديش شهرية ما عندي حتى شي حاجة وليدي ما عنديش لا في حاليش وانا وليدي اللهم لك الحمد راني كنعيش ظروفي صعبة وامالي في الله في خوتي المغاربة المحسنين داخل الوطن وخارج الوطن الله يجازيهم بخير راني امهم وراني اختهم يتعاونوا معايا وتعاونوا مع وليداتهم ما كنتش عارفاهم ما كيشوفوش اللي كانت دي بحكة الدرية الجلبة ولا الدرية الجلبة تقول لي الناس راه الوليد ولا البنية راه ما كيشوفوش وديتهم الطبيب وديت عبد الجليل وديت سكينة وديت سميرة انا نيت راني دوزت معاهم تانا قال لي الطبيب ودي راهم ويراتي خلقة من عند الله يعني هاد الوليدات واخا يفتحوا واخا يديروا العملية ما كيشوفوش امر لا امر الله اللهم لك الحمد وانا حمدت الله وشكرته بعطية الله اللهم لك الحمد وليدي وبقيت وليدي بحال هكا كنعاني مول الدار وليدي اللي كان خدام عليا راجل كبر وصحته قلت ورجع في الله ما قدر يهز لا راسو ولا وليداتو ولا انا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وليدي وليدي وليداتي ما قراوش انا عانيت معاهم عانيت بغيتهم تاهما يقراو بحالهم بحال الناس ولكن الحمد لله والشكر لله المدارس بعاد ما كاينش مدارس مكوفين هنا المدرسة كان الدري تيقرا ليا في درب عمر حكم الظروف ديال با حيت عيا مسكين وراجل كبر والفلوس ما كاينش بغا يبقى يديه ويجيبو خرج الدري لي خرج من المدرسة حيت قال لي المدير السبت واحد ضروري دوزو في داركم والاثنين خاص يبكر بي مع الفجر يديه لدري لدرب عمر وانا وليدي راه ما عندناش امكانيات وحنا راه بعاد انا بعدا ولدي خارجين على المحمديه خارجين على المدينه حنا في البني العشوائي هنايا انا ولدي راه ما كيسول فينا حد ما كيدوق بابنا حد لا من الجمعيات ولا من المسؤولين ما كاينش لي يدوق بابنا وما كاينش لي يقولنا يعطينا يد المساعده الى الله سبحانه وتعالى وكنطلبوا من الله ومن المحسنين خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن يعاونوني ويساعدوني هاد الوليدات راهم وليداتهم وراهم خوتهم وانا راني امهم وراني ختم